تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. الخبر اللي بيظهر قصادنا طبعا بيتكلم عن الزلازل اللي حصلت. نقلا عن بوابة فيتو المصرية، سد النهضة زلزال اثيوبيا، سد النهضة في خطر، تأثير مدمر على السودان وعلى مصر. احنا بنجيب لكم الكلام اهو من الجرائد المصرية بتتكلم. زلزال جديد يضرب السودان، خبير بيقول حالتان تهدد بانهيار السد. إذن الموضوع مش هزار، يا انتبهوا يا مصريين لهذا الأمر، الخطر كبير جدا، لأن الخبراء بيتكلموا عن انهيار السد، مش بيقولك شروخ، مش بيقولك تصدعات، ده بيكلمك عن انهيار كامل للسد. خبير تاني، خبر تاني عن زلزال اثيوبيا الجديد بيقول سد النهضة في خطر. طبعا ده من 4 ايام او من 6 ايام الخبر. سد النهضة في خطر وتأثير مدمر، كلام في منتهى الخطورة. السيناريو اللي في ذهن كتير من الناس ان يتم انهيار هذا السد بفعل فاعل، فاذ بالتدخل الرباني بين قوسين الزلازل تخلي الناس تتجه لاتجاه اخر. الخطر الأكبر، ده عنوان آخر. خبير مياه بيقول موجات زلزالية تؤثر على سد النهضة. طبعا هذه الأخبار أيها الأحباب لما نيجي نربطها بأحاديث آخر الزمان هنلاقي أن مصر في آخر الزمان تكلمت عن أسباب مختلفة للانهيار، مش هقول للهلاك، للانهيار أو الخراب بمعنى أدق. من ضمن هذه الأسباب الغرق والجفاف. اتكلمنا في حلقات عن موضوع الجفاف ولقينا مع تطور الأحداث سبحان الله السيناريو شبح الغرق هو الأقرب للواقع واللي هو بيسيطر بقوة.